السابع من أبريل. في مثل هذا اليوم من عام 332 قبل الميلاد، تأسيس مدينة الإسكندرية المصرية. وفي مثل هذا اليوم من عام 1974، تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق. وفي مثل هذا اليوم من عام 1948، تأسيس منظمة الصحة العالمية، وهي واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة، أنشئت في 7 من أبريل، ومقرها الحالي في جنيف سويسرا، ويدير السيد تيدروس أدهانوم المنظمة، وهي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي. وفي مثل هذا اليوم من عام 1956، الإعلان عن استقلال المغرب من أسبانيا. وفي عام 2003، في مثل هذا اليوم، بداية دخول القوات الأمريكية إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد أيام من بدء الحملة العسكرية البرية والجوية للحرب الأمريكية ضد العراق. في مثل هذا اليوم، 7 من أبريل من عام 1989، الرئيس علي عبد الله صالح يعزي جماهير الشعب اليمني وقواته المسلحة في وفاة الفريق حسن العمري بطل 70 يوما ورئيس الوزراء الأسبق الذي وافته المنية. وفي مثل هذا اليوم، 7 من أبريل من عام 99، الرئيس صالح يجري اتصالا بأخيه الزعيم الليبي معمر القذافي لتهنئته بانفراج أزمة لوكربي وانتهاء الحصار الدولي عن ليبيا الشقيقة.